يعني ترى من السهل جدا انه تطلق الاتهامات استاذ محمد، انا لكن اسمع هل مثل ما تنطلق على السوداني، مثل ما تنطلق على مدري منو، هم تنطلق على بنقي الريكاني، مو ما معصوم بنقي الريكاني. اذا كان هذا الامر صحيح زين ليش سكت رئيس الوزراء؟ يعني خلونا نكون واقعيين، عندما يكون الرجل يشتغل ويخدم العراق ومجرد انه هو وزير كردي تطلق الاتهامات. بس بس بس, 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 بس هاي هي ساكت عليها السوداني؟ نعم هي بس هاي ساكت عليها السوداني مثلا؟ والله ما اعرف، انتم تعرفون لا يعني هواي. انتوا اعرف لا هواي. في بغداد لا هواي. لكن احنا نتكلم فيما هو يخصنا. لا لا هواي اكو هواي 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 سوالف مسكوت عنها، هاي ماكو واحد ينكرها. كل الوزراء الكرد، كل الوزراء الكرد وعلى مدار السنين اثبتوا كفاءتهم واثبتوا انه هم ما عندهم فساد واثبتوا انه هم خدموا العراق، وبالتالي ما يمكن. هسه بنقير ريكاني، هسه بنقير ريكاني نزيه؟ بنكين 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 نزيه؟ طبعا نزيه. اكيد انت متاكد؟ طب انت عندك احفظها دليل؟ هاي احفظها. عندك دليل؟ هسه انا قاعد اسالك، انا قاعد اسالك اقول لك احفظها، هاي يجوز في يوم من الايام تكتشف عكس. عزيزي استاذ، تمام. الوزراء الباقيين كلهم نزيهين؟ نعم. الوزراء الدوله كلهم نزيهين؟ هاي ما اعرف، انا احكي عن ما يخصنا. زين ايش دراك بهذا؟ انت قاعد باربيل وهو يشتغل ببغداد، ايش دراك بهذا نزيه؟ شلون ايش درانا؟ ايش دراك به؟ غير افتهي؟ وهذا الامر يختلف عزيزي، اقليم كردستان وخاصه الديمقراطي الكردستاني كلش حريص على سمعته وعلى سمعه الوزراء وعلى سمعه الرجال اللي رشحوهم، وهذا اكبر دليل انه طوال الوزارات السابقه ما كان هناك دليل حقيقي على اي نقطه او شائبه على الوزراء الكل. تمام هذا جانب. لا لا اكو 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 هواي اكو هواي اكو هواي لا تمرر ما لا تمرر ببرنامجي اكو هواي بالشيعه بالسنه بالكرد والله العظيم كان الفساد منين اجاني؟ شو اسمه وزراء الصومال عندنا غيرهم وزرائنا وباقونه.